في الحقيقة المحاور المطروحة اليوم هي قريبة جدا من فحوى مشروع اللي أنا عم أشتغل عليه واللي حقدمه قريبا إن شاء الله، هو المنطق الثقافي. يعني لما تطرح إشكالية السلطة وكيف يمكن تكون السلطة إذا الديمقراطية لم تعد ذلك المشروع الذي يمكن أن يكون بنهضة أي بلد أو أي مجتمع، طب شو البديل؟ هذا بعتقد هو ربما يعني مهمة كبيرة واقع على الدول العربية أن تفكر جدية، ومن هنا بيكون عندك يعني التجدد الحضاري إذا جاز الكلام لهذه الأمة. إذا ما بعتقد أنه في جلسة أو جلستين نستطيع أن نقدم إجابة أو تصور لهذا الموضوع. هذا المشروع بده يتفاعل، وأنا صار لي مثلا 20 سنة عم بكتب في موضوع إذا الديمقراطية ليست الحل فما هو الحل؟ عندي تصورات متعددة ولكن غير مكتملة كثير، لأنه بطبيعة الحال أولا شخص واحد ما بيقدر يكون ملم بكل القضايا، بس عندي القدرة أنه أحس أنه في يعني جهات يجب حدا يتولاها ليقدر يشتغل عليها. مثلا اليوم التكنولوجيا أصبحت جزء أساسي من طبيعة حياتنا وتؤثر في سلوكنا، وبطبيعة الحال تؤثر في منظومة القيم التي نحن ننتمي إليها، وكيف يمكننا أن نوفق بين هذه القيم والتقدم التكنولوجي. هذا عنوان عريض ما له جواب سريع، هذا جواب يتكون مع الوقت والزمن. مثلا يعني إذا اليوم على الصعيد السياسي نقول أنه بسبب التكنولوجيا دور العمل أصبح متراجع، طب شو بنعمل بالبشرية كلها؟ هذه أسئلة كبيرة، طبعا هذه خارج إطار موضوع الأساسي اللي نحن ملتفين حوله، موضوع طوفان الأقصى ومستقبل غزة وإلى آخره. أنا في تقديري اليوم مطلوب نفكر خارج المركب، يعني خارج الصندوق. أنا مثلا ما قادر أتصور كيف ممكن نعمل نفكر بمستقبل غزة خارج إطار مستقبل فلسطين، وكيف نقدر نحكي عن مستقبل فلسطين خارج مستقبل المنطقة. يعني سايكس بيكو إذا سقط بده ينعكس كليا على كل الأديان العربية وبما فيها فلسطين المحررة. اليوم مثلا عم بقرأ امبارح في دراسة موجودة في الهند إنه على الهند أن تطالب بالمواطنية في حق الموجودين في الخليج. اليوم الخليج 65% من سكانه في منطقة الإدارة الإمارات ليسوا من المواطنين الأساسيين ولكن من الهنود. يعني هذا بدل أنه في إعادة تركيب للبنى السكانية في الخليج، ما يدل أنه الكيانات السياسية التي أفرزها المستعمر لم تعد قائمة. إذا هل يجب أن نفكر بإعادة تركيب الدولة أو المنطقة في الجزيرة العربية؟ هذا بشكل آخر. إذا بنشوف موضوع واحد اللي أفرزته طوفان الأقصى عم يتشعب لعدة قضايا وكل وحدة مهمة، ما فينا نقول هيدي أهم من هيديك، ونحن لكن قدراتنا على مقاربتها محدودة أولا بالعدد، وبعدين لأنه ما عندنا الإطار الفكري اللي بيسمحنا نقارب كل شيء في هذا الموضوع، ونحن في إطار إيجاد منظومة. ولكن إجابة على الأسئلة المحددة اللي طرحها السيد إسماعيل هنية، كيف يمكن أن يعني نبني أو أن على النهضة الموجودة في الشارع الغربي؟ أنا في تقديري هذا المجهود عم نقوم في ضمن إطار المؤتمر العربي العام اللي بيدعم القوم العربي والقوم الإسلامي والأحزاب العربية والجبهة التقدمية ومؤسسة القدس. وفي قرارات ومناقشات الدورة الأخيرة للمؤتمر القومي العربي كان مطروح بشكل واضح إقامة جبهة عالمية تناصر فلسطين وتبني على تعبئة كافة الطاقات في الدول العالم لهذه المناصرة. إذا في هذا الموضوع مطروح من قبل ما نسميه قيادات العمل الشعبي في الوطن العربي، وعم ندرس كيف بدنا نعمل، عم نفكر نعمل مؤتمر طويل عريض عربي ودولي لها في يقارب هذا الموضوع. إذا يعني الأفكار اللي ممكن تطلع من هذا المنتدى أنا تقديري بدها تصب في نفس النهر اللي احنا عم نجرب نخلقه، وما بيمنع إنه
هذا المنتدى إذا انبثقت عنه لجنة مهتمة بهذه النقطة، بهذه الجزئية، أن تتواصل مع الإخوة في لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام للتنسيق لإنشاء هذا المؤتمر أو هذا الحراك العربي أو الدولي لاستنهاض الشارع سواء في الغرب أو حتى في الوطن العربي أو في الدول العالم التي تؤيد المقاومة الفلسطينية. من ليش بس بدنا نركز على الشارع الغربي؟ أنا في رأيي الغرب على أهمية ما يحصل في الشارع الغربي مهم، ولكن أنا العالم تقل العالم صار في مكان آخر. أنا بهمني أعرف شو رأي الشعب والشباب في الصين أو في الهند أو في روسيا أو في البرازيل أو يعني في مجموعة دول البريكس. هذا الشعب يعني الموجود اللي بهمني استنضوا، مش دول أوروبا ولا حتى الولايات المتحدة على أهميته، مش ما بتذكر لهم، ولكن القرار السياسي الذي يساعدنا هو موجود في مكان آخر. طب ليش ما بنشكل أيضا قوى شعبية ضاغطة يعني إما تكون حصن لهذه التوجهات لهذه الدول، أو لإفراز يعني مؤسسات عملية طويلة عريضة قد تساهم بشكل مباشر في إعادة إعمار المنطقة. هذا أنا في وجهة نظري أنه الاستنهاض الشعبي لا يجب أن يكون مقتصرا على الغرب، لأنه في اللاوعي تبعنا أن الغرب هو صاحب المبادرة وهذا غير صحيح، بينما يجب أن يكون منصب على شعوب مجموعة الجنوب الإجمالي وخاصة في مجموعة البريكس كنقطة انطلاق. ليش ما بنحكي عن الشباب في روسيا صراحة؟ يعني خارج الموضوع، بالعكس هن ربما يكون عندهم أهمية أكثر من الغربيين، لأنه في مليون روسي موجود في الكيان في فلسطين المحتلة، هذول لهم قرايب وإلى آخره. يعني ليش ما بيكون في تفاعل في هذا الموضوع؟ وكذلك الأمر بالنسبة لسير مجموعة دول البريكس، هذه في وجهة نظري. أما شو هي القضايا الفكرية، أنا تقديري هذا حتكون مهمة المنتدى الثقافي اللي بننوي ننشئه عن قريب إن شاء الله، بعد ما أكون أكملت الورقة اللي هي لازم بتفسر شو الهدف المنتدى، لماذا المنتدى، وكيف الآليات ممكن أن نتعامل. وهذه المواضيع منا بسيطة، لأنه أي تصور بده يكون مبني على يعني آخر بعين الاعتبار عدة عوامل بجوز ما أكون أنا متملك منها، ولكن حأطرحها، وهذا بده يكون نقطة تفاعل. إذن المنتدى قد يأخذ بعض الوقت لأن ينشأ، ولكن النقاش حوله قد ينشأ بشكل مباشر عن قريب جدا خلال أيام أو أسبوع في أقصى الأحوال. يعني لما أكون أعددت الورقة وبدها تصير موضوع نقاش، ومن هالنقاش بده ينفرز الآليات اللي في هذا الموضوع. هذه بشكل مختصر وجهة نظري فيما يتعلق بالمقترحات اللي السيد إسماعيل هنيه، مهمة جدا ولكن تحاكي مواضيع متعددة جدا بدنا نفكر فيها بعمق وبهدوء، ومش مطلوب منا نحن انه نطلع بيان او نطلع قرار انه استجبنا، لا، هذا عمل مستمر مكثف وموجود. ومشكور استاذ اسماعيل هنيه يعني بنشوف قياده وازنه او اساسيه او راس في الهرم في المقاومه مهتمه بالقضايا اللي نحن عم نفكر فيها، واللي هو انا بعتقد بجد انه ربما هذا المنتدى وما ينتج عن هذا المنتدى في منتدى هيدا او منتدى سيف القدس او في مجموعات العمل الشعبي اللي احنا بننتمي لها، انه عم بيصير في تفاعل مع قيادات في محور المقاومه. كذلك اللي شفناه مثلا مع الاستاذ اسماعيل هنيه، انا على قناعه انه في حزب الله في ناس ايضا عم بيقروا وبيتفاعلوا مع كل هذا التفكير تبعنا، لانه اصبحنا حقيقه ما بقى حدا بيقدر يتجاوزها، واصبحت شرط ضروره لتفكير ونهج اي فكر سياسي او عمل سياسي. وبطبيعه الحال هذا هو دور تكاملي بيننا نحن الذي نفكر وهيك، والأخوة الذين يقومون بالعمل على الأرض. فسلام القدس عليكم جميعا.